هلا والله شباب، حقاً من لعبة راست رجعت لكم فيديو جديد وبخبرين حلوات في القناة. الأول إنه آدمن سيرفر عرب وورد راست اكس 2 سوى مسابقة داخل السيرفر إنه تريد بيس آدمن. بيس آدمن اللي هيكون 4 بيسات داخل الماب، كل بي يعني والريد مسموح لك آخر يومين بس بالوايب، يكون مفتوح آخر يومين على راحتك، أي وقت تقدر تريد. وشروط المسابقة إنه تكون ماكس كلان 5 أشخاص والريد اخر يومين، والجائزة راح تكون $25 سواء ستيم او بايبال ماكو مشكلة حسب الكلان اللي فايز. والشي الثاني انه ادمن السيرفر سوى دعم القناة ودعم المشتركين بكارت ستيم $10 جيف اواي. والاشتراك بالجيف اواي شروطه انه تشترك بالقناة وتترك تعليق بايميل اتواصل وياك بيه وتضغط لايك للفيديو، وراح يكون سحب الجيف اواي على انه نوصل 1400 مشترك بالقناة. من راح نوصل هذا الرقم راح يجيكم الفيديو والفائز اللي تستلم الجائزة. والمسابقة مال السيرفر راح تبدي بالفورست وايب الجاي، يعني يوم 2/8 تقريبا راح تبدي 2/8/2018 راح يكون الفورست وايب والوايب مال السيرفر وتبدأ المسابقة. شكرا لكم، كان وياكم، اتمنى كل الشارك بالجيف اواي والمسابقة في مالة.